صباح الخير، يومنا نقضي نهارنا بكل نشاط وحيوية. أنا صحيت من الصبح بكير، وديت آرام على المدرسة، ووصلت أيان على الحضانة، وهلأ جيت لهون هاي تحت البيت، هون مكان ما بنشوي، فقررت إني اليوم كمان رح أشوي لهم للولاد. رح نشوي يعني أنا وزوجي وولادي، نعمل مشاوي بعد الظهر. هاي من الصبح، هاي قراراتي الصباحية. فهون الولاد غالبا بيلعبوا مساحة حلوة كتير تحت البيت، بيلعبوا هون وبيقضوا وقت كتير حلو بالأيام العادية، يعني وقت اللي بيكون الطقس حلو. وهي المرجوحة هي غرامه لأيان، كتير بيحبها وكتير بيتسلى فيها. بس طبعا أول شي هلا بدي أطلع بلش نهاري بكل نشاط، أشرب فنجاني القهوة وروح أقضي شوية وقت بالمول، باعتبار إنه اليوم عطلة والولاد مداومين. هدول بسكليتاتنا نحن أحيانا بنلعب عليهم، أنا نادرا ما بلعب عليه. وهون هي السلة و طاولة البينج بونج، بس مو لنا، هذول الجيران. اوكي، سو هلا رح نطلع على البيت مشان جهز حالي مشان نروح مشوار على المول. تابعوني مشان تشوفوا اليوم عن شو بدنا نحكي. انا اليوم رح احكي لكم عن شو صار معي بالكيتو دايت اللي كنت عم بعمله، توقيف السكر. فهلو هلو هلو، هلا فتنا على البيت. اكيد اول شي لازم اعمله هو اني جهز فنجان القهوة الخاص فيني. فهو فنجان قهوة كتير عادي، احلى شي المكتوب عليه always believe in yourself. فانا دائما رح كون مآمنة بحالي ان شاء الله، ورح اوصل للي بدي اياه اذا الله راد. ايه، فانه اول شي رح اعمل قهوتي مشان فيني روح على المول. بالنسبة لنظام الكيتو دايت، انا للصراحة التزمت فيه مدة اسبوع، بعدين من كتر الضغوط ما قدرت كفي، لأنه للصراحة فقدت طاقتي تماما، فصرت فش خلقي بالسكريات، فلهيك انخرب كل النظام. مع أني استفدت خلال أسبوع واحد كنت نحفانة تقريبا كيلتين، كتير استفدت عليه، وكنت مصورة كتير وجبات ومصورة الميزان، يعني شو بيقولوا الوزن اللي نحفته، يعني كنت مصورته. بس للأمانة ما قدرت كفي، لأن مريت بضغوط بهذيك الفترة، كان موسم أمراض عندي، فيمرض ولد ويصح الثاني، يرجع يمرض الثاني يصح الأول، أو أحيانا في وقت من الأوقات كانوا مريضين اثنيناتهم. وأكتر الشيء كان تعبني هو الحرارة، فهو أصلا النظام الغذائي بحاجة لتوازن كل شيء مع بعض. الواحد لازم يشبع نوم، يشبع راحة، ويشبع أكل، أو يأكل أكل صحي. فأنا للصراحة ما كانوا متكاملين معي العناصر، لهيك ما قدرت كفي النظام الغذائي. بس هذا ما يعني إني استسلمت، رح أرجع أعمله بس لاقي الوقت مناسب. هلأ رح ألبس ثيابي مشان نروح على المول، ونقضي وقت حلو بهذا النهار. وهلا رح نروح. انا كنت هلا عم فكر انه وين بدي روح، بين اني روح على مول عمان او اني روح اقعد بمكان هيك روق فيه. بس قلت انه لا، خلص رح روح على مول عمان، اقضي شويه وقت هيك قبل ما يفتح المول، مو قبل ما يفتح يعني، بس اني بوصل كتير كتير بكير، لاني انا تقريبا طالعه من البيت شي 9:30. فقلت انه اوكي يلا بنروح نقضي وقت حلو، وما بيكون في زحمة بالمول، فهاد من صالحي، يعني بغير جو يعني، وما بيكون في زحمة، ف بيكون الجو رواق نوعا ما يعني. ايه، وكنت على اساس انا مبارح انه اخدي اجازة يومين او 3 ايام، كنت اخدي اجازة مشان اني اخد ايان على اللقاح. بس يلي صار اني قبل ما اخد اجازتي بيومين ايان سخن، فهو لازم 3 ايام باذن الله ويوم سعيد ياخد التطعيم او اللقاح. فنطرت عليه يوم الاربعاء، يوم الثلاثاء ما عطيته التطعيم، يوم الاربعاء بالليل اخذته على الدكتور، يعني امبارح بالليل اخذته على الدكتور. فالدكتور فحصه، قام قال لي انه هو صح ما عنده حرارة، بس عنده مثل صوت بصدره، فما بيمشي الحال انك تعطيه التطعيم، لانه اذا بيسعوا هنيك ما بيقبلوا يعطوه التطعيم بالمركز الصحي، لذلك انه يفضل انك ما تعطيه التطعيم. قلت له اوكي مثل ما بدك يعني، فما اعطيته التطعيم. وحتى مو بس هيك، وصف له كمان جلسات رذاذ مشان صدره، لانه كمان كثير عم يسعد بصوت عالي، او مو بصوت عالي يعني، عم يسعد هيك عم نوم تعبان يعني. فلهيك امبارح بلشت له اول جلسه، بس قلت اوكي بقضي وقت حلو. هاي الحديقه ارام كثير بحبها، هي كثير بسيطه بس كثير قريبه على البيت، وفي هيك رمل ارام بيلعب فيها، هوايته دفن الالعاب بالرمل.
كتير بيستمتع فيه. ايه فاجيت انا قلت خلص لتعال اليوم بحطهم بال، مع انه حتى اقرب نفس الوضع صار في كمان ساعة وهيك، بس يعني ايام ببين قد ايه اكتر كونه صغير. هي وصلنا تقريبا على المول. ايه فارام الصبح كمان كان شوي تعبان بس بعده على المدرسة، يعني انه اوكي صحته منيحة. اهم شيء الف الحمد لله انه ما عنده حرارة، لانه انا الحرارة هلكتني بالفترة الماضية. يعني احيانا الحرارة عم تجي كتير قوية على الاطفال والولاد الصغار، فعم تجي مثلا حرارة عم ترتفع حرارتهم اثنيناتهم عم توصل على 40، يعني بين الخافض الحرارة والمرة الثانية يعني ما في وقت كتير، يعني بعد 6 ساعات يعني بس يخلص مفعول الدواء فورا عم ترجع ترتفع الحرارة على 40. فكان هذا الشيء ما عم يخليني ارتاح، ما عم يخليني نام حتى بالليل، يعني انه عم بعطيهم الخافض الحرارة وعم حط لهم كمادات وعم ضل جنبهم انا وابوهم، مشان انه لان الحرارة كتير كتير خطيرة على الاطفال. فلهيك كان الفترة الماضية جدا متعبة بالأمراض. طبعا يعني حكي الدكاترة انه مو بس نحنا، يعني كل الأولاد، وهي موجة منتشرة عند كل الأطفال. فلهيك انه الحمد لله، يعني المهم انه هني عندهم مرض بصحوا منه يعني، فالف الحمد لله الف الحمد لله، يعني الحمد لله هلا امورهم احسن واطفال بنضلوا يمرضوا. بس عن جد هالموجة المرض اللي مرقت علي ما مرقت ابدا من قبل، يعني ابدا. مثلا قبل آرام مثلا انه 5-6 سنين تقريبا، يعني ما صار عنده هالامراض بهالشكل، يعني الحرارة عم ترتفع وتصير كتير كتير عالية يعني الحمد لله. ايه فالمهم فهون نزلت على المول. طبعا اول شي بعمله بس انزل على المول هو اني بفوت على كارفور. طبعا اشتريت شوية اشياء عاملين عليه عروضات، محارم، وكان عندهم عرض على هدول المسحوق الغسيل اللي بيجي مثل كياس، فاشتريت كمان منه، كمان عرض كتير كان حلو يعني فاشتريت منه. وبعدين اخر شي وقفت عند اهم الشيء عندي اللي هو قسم الديلي اللي هو في الزيتون. هلا بورجيكم صور الزيتون، كان عن جد شكل العرض عندهم، لاني مؤخرا صار عم حس ممكن نقول ديسبلاي على مانو كثير مغري. فهون كان هذا منظر الزيتون، عن جد كثير اشتهيت صور عليه. ايه وبعدين فتت على ماكس عم شوف شو في تياب، نقيت قطعتين بس ما اخذتهم، ما بعرف ليش ما خطر لي، ما كثير اقتنعت فيهم يعني فما اخذتهم. فتلت هيك يعني عجبني لون هلا جديد هيك صاير انه مثل كموني، يعني هيك اصفر غامق شوي، فعجبني كتير هذا اللون. بس ما بعرف ما كتير تشجعت اني اجيبه، يعني من زمان ما لبست هيك الوان، ذكرتني هاي الالوان بايام الجامعة يعني، فكتير كنت يعني هيك استغربت او انه انبسطت بالالوان بس هيك ما كتير تشجعت اني اجيبه، ما بعرف، او حسيت الالوان شوي شتوية وهون مو كتير في شتوية يعني. ايه وبعدين بعد ما خلصت تفتيل بماكس رجعت كفيت بالمول، يعني فتت على مثلا ونقيت شوز ونقيت بنطلون، اشتريت قطع يعني. بعدين كفيت بالمول، صار فيني شيء اني فتت على إلسي واي كيكي فلحتى نقي تياب، فنقيت قميصين، فتت قست اول قميص، تاني قميص كمان فتت قسته. ف طلعت من إلسي واكيكي وكفيت، نزلت على الباركينج عم ضب الغراض بسيارة، ولا لقيت حالي اني ماني جايب جزداني معي. فطلعت هيك انه وين الجزدان، ما كنت اعرف، تذكرت اني بدلي بإلسي واكيكي، فرجعت فورا جبت الجزدان من محل. بس كان لبين ما وصلت عن جد كان كتير كتير الموقف مزعج، يعني لأنه خفت يكونوا ضايعين الأغراض بصراحة يعني. فخلص هذا النهار أو خلص هيدا المشوار بالمول، فقررت أني لازم أروح وروق عن حالي، فرحت قعدت بمحل تسليت وغيرت جو. المكان هيك رايق وفاضي كان، فهي كان أحلى شيء أنه رايق كتير وفاضي. وطلبت أكلت فطيرة وشربت شاي هيك، يعني بهذا المحل أكله طيب وأسعاره حلوة وهيك قعدت رايقة. فهي هو كان نهاري السعيد لليوم. طبعا بعد ما خلصت رحت جبت الأولاد ورجعنا على البيت، وهلا عم حضر مشاوي شوي تاني رح أسويهم للأولاد. هاي كان الفطور اللي طلبته. بتمنى يكون هذا الفيديو نال أعجابكم، إذا أعجبكم لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.